ربنا يوفقه. هنروح كمان ليه بقى الشباب بيقول الكلام ده ليه؟ عشان الشباب اللي راح يتوظف بقى، لانه السفاره الامريكيه بالقاهره عملت معرضها السنوي الرابع للتوظيف، شغلنا في مبنى الجريك كامبس في وسط القاهره، والمعرض ده شارك فيه تقريبا اكتر من 60 شركه وطرحوا اكتر من 5000 وظيفه. بس زي ما قلنا لو ما لقيتش الوظيفه تقدر برضو تلاقي حاجه تعملها، واديك شفت كمان قبليها. خلينا نشوف. الحلم بسعي له يجب ان يتحقق. من هذا الملتقى تخطو الاحلام خطواتها الاولى في طريق النمو والنضج والازدهار. الملتقى التوظيفي الرابع بالمركز الثقافي اليوناني برعايه السفاره الامريكيه يضم العديد من الشركات المصريه والامريكيه التي توفر حوالي 5000 فرصه عمل للشباب بمختلف فئاتهم. احنا الان في سنه رابعه في هذا المعرض، ونسميها معرض شغلنا للتوظيف. وإحنا من السفارة الأمريكية قمنا بتنظيم هذا المعرض لأن شفنا إمكانياتنا لنلعب دور ككبري بين الشباب هنا في مصر وبعض الشركات. وعندنا النهاردة شركات أمريكية، عندنا شركات أجنبية، وعندنا شركة محلية مصرية، وعندنا الشباب هم بحثون على العمل وعندهم مؤهلات. احنا من السفارة الأمريكية مش بنشوف اي حدود امام الشباب المصرية بالنسبة مؤهلاتهم، اذا لذلك كنا عايزين ان نلعب دور ايجابي بالنسبة لتنظيم هذا المعرض لنقدم فرص العمل للشباب. في وسط هذا الزحام الشبابي يوجد من هم خلف الكواليس يراقبون وينظمون عملية سير الملتقى والتجهيز له. ليس هذا وحسب، إنما وجودهم فيه ساهم في تغيير حياتهم. الموضوع بدأ إن أنا أخدت منحة من السفارة الأمريكية قبل كده وسافرت بتاع بروجرام تبعهم في أمريكا، وده غير في حياتي كتير قوي، فمكنني إن أنا لما قدرت أرجع عشان أفيد مصر أكتر بدأت الشركة بتاعتي إن هي بتساعد الطلبة والخريجين إن هم ياخدوا منح عشان تغير حياتهم وتأثر في حياتهم بشكل إيجابي. فمن ساعتها وأنا مع السفارة الأمريكية في أي حاجة بيعملوها بحيث إن إحنا بنساعد الشباب أكتر ونمكنهم أكتر ونوفر لهم ونساعدهم في إن هم يوصلوا لسوق العمل بشكل أسرع، سواء بإنها تشتغل على مهاراتهم أو توصل تجيب لهم الناحية التانية من ناحية الشركات. تتنوع الشركات في مجالاتها وفي الوظائف التي توفرها، يستهدفون فئات مختلفة من الشباب، وأيضا هناك من يمثلون الشركات حصلوا على فرصة عمل من ملتقيات مشابهة. صراحة الموضوع كان منظم جدا، من أول ما هم بدأوا يكلمونا كانوا لازم يتأكدوا الأول إن إحنا عندنا الشغل اللي متاح، مش بس متاح للناس اللي بخبرة، لا كمان متاح لناس بدون خبرة. ويمكن كمان النهاردة جات لنا ناس تدريب صيفي، حتى ناس لسه موجودة في الجامعة. تاني حاجة إن يكون الشغل متاح في كذا ديبارتمنت أو في كذا إدارة عندنا، مش بس في إدارة واحدة، عشان نقدر نخدم أكبر مجموعة من الناس اللي هتقدر تشرفنا النهاردة. اتعينت في الشركة بتاعتي الحالية من 4 سنين من خلال ملتقى توظيف. أنا زي أي حد اتخرج من الكلية بيروح ملتقى توظيف كتير يعني عارف ان هم في الاخر مش هتعين منها، بس بشوف. بعدين بعد 7 شهور من الملتقى التوظيف اللي انا اشتركت فيه، بعد 7 شهور كلموني فعلا ورحت انترفيو واتقبلت، وفي الشركه بتاعتي دلوقتي بقى لي 4 سنين. ايمان، ما توجد الفرصه، ولكن من يحصل عليها هو من ينقب عنها ويبذل الجهد والوقت للسعي اليها والحصول عليها. فلا مكان لكسول او ليائس، للسعين والمجتهدين فقط نصيب في تحقيق أحلامهم.